وهذا التنظيم ينتمي إلى طائفة كانت هذه أو أتباع هذه الطائفة هم أكثر المتضررين من الممارسات الإرهابية لهذا التنظيم داخل العراق. كيف يمكن ربط يعني هذه الصورة بين أن من يقول بأنه هو آتي لبناء خلافة مثلا أو لرفع الظلم عن السنة، كانوا السنة هم أكثر المتضررين من إرهاب وممارسات هذا التنظيم الإرهابي؟ يعني نريد توضيح لهذه الفقرة ولهذه الصورة. طبعا داعش هي نسخة من شقة من القاعدة بتطرف أكبر. نعم. داعش عكس القاعدة. إذا أريد نجي نحسبها أنه هذا ينتمي لمكون أو لمذهب معين. نعم. هذا الشيء مو صحيح عند داعش. داعش لما تيجي اليوم تمارس القسوة على السني والشيعي بنفس القسوة بعينها ما بها أي فرق عكس القاعدة قبل. ممكن القاعدة ممكن كانوا ينسبون أكثر المنتمين إلها لمكون أو مذهب بعينه، هذا الداعش لا. إذا شاهدتوا قاعدة قبل كانت لما يجي واحد من السنة يسمونه مرتد يقبلون الدعوة مالته ويعفون عنه. داعش ما عدا هذا الشيء، ما عدا لا سني ولا شيعي. لا، هنا اختلف الموضوع. هذا تنظيم داعش متطرف أكبر من القاعدة بالإجرام وبالوحشية اللي اجى بها. نعم. إذا أريد نخلي مقارنة يعني بأكثر من جزئية بهذا المجال. نعم. راح نشوف إنه داعش ما عدا حد توقف عنده عكس القاعدة قبل، كان عندها حدود تستقر عليها. نجي إذا من ناحية الخطف والرهائن اللي كانت تقوم بها داعش، كانت تقتل أي واحد يجي يعني يكون تحت إيدها.